أهلا بكم مجددا، نتواصل وإياكم مشاهدينا مع هذا الاستوديو الخاص والمباشر الخاص ببطولة الشرق الأوسط وتحديدا برالي قطر الدولي المرحلة الأولى من البطولة. يعني تكلمنا عن عودة الشيخ خالد القاسمي، ولكن هناك بالمقابل غيابات، غياب يعني نجم برز العام الماضي رغم مشاركته في بعض الجولات هو اللبناني روجيف غالي، الذي فرض نفسه يعني منافسا جديا وقويا في هذه البطولة، يعني وأيضا ليس فقط على الأراضي السفلتية، ليس فقط في رالي لبنان على التارماك، ولكن أيضا على الجرافل على الأراضي الصحوية حصوية. طبعا روجيه من أحسن السائقين يعني في لبنان وفي المنطقة، يعني روجيه انجينيرينج سايق، يعني بيعرف إيش اللي يسوي بالسيارة. طبعا يمكن صارت ظروف الان 14 يعني ما كانت تقاوي المتسوبيشي، طبعا هنا الادفانتج يختلف والمشاكل اللي صارت مع الان 14. طبعا روجي مثل ما قلت يعني كان جدا سريع، وتمنيناه انه يكون موجود بقطر، لكن طبعا للاسف يعني الدعم مش موجود، هذا هو صعوبه المشاركه. هاي مشكله عم بيعاني منها يعني كثير من السائقين. يعني الشيخ خالد ربما يعني انت ويزيد الراجحي يعني محظوظين، يعني هيئه ابو ظبي يعني تدعمك بقوه، يزيد الراجحي الاتحاد يدعمك ام دعم؟ لا دعم شخصي. دعم شخصي، دعم شخصي. يعني محظوظ أنه معك مصاري. الحمد لله. الحمد لله. طيب ما هي أهمية الدعم؟ يعني إن كان ما سألتيني يعني إذا في دعم ولا ما في دعم. في دعم ولا ما في دعم؟ لا طبعا. أهمية الدعم ناصر. الدعم مهم. الدعم يعني الإنسان يقدر يوقف على رجيله بالمشاركات، يعني إذا ما في دعم ما تقدرين تعملين أي حاجة، هذا هي أهمية الدعم. يعني ناصر تشارك في هذه البطولة من دون دعم؟ نعم، رالي قطر من دون دعم وباقي الجولات والمجال مفتوح للشركات. نحن بنوجه اصلا رساله يعني لجميع الشركات التجاريه، يعني يعني في دعم السائقين القطريين وايضا يعني غيرهم يعني في الخليج. يعني هناك مشاكل دائما يعني عن الرعايه التجاريه، هي مهمه جدا. يعني روجيف غالي لم يجد الدعم، انسحب من بطوله الشرق الاوسط. يزيد انت محظوظ جدا يعني. الحمد لله. طبعا رغم انه كمان ايضا يعني تكلفه البيجو تضاعف تكلفه اي سياره جروب ان، يعني ليست فقط تكلفه جروب ان ميتسوبيشي او سوبارو. لان انا يمكن لاحظت حسبتها اني قاعد اخسر، يمكن كل الراليات السبب انه يكسر، يعني تصير الخساره خسارتين، فقلت يعني ان يعني ان شاء الله اذا كملنا ان شاء الله وما صارت فيها مشاكل. طبعا السياره طبعا يمكن فيها نقاط، يمكن درجة الحرارة مشكلة كبيرة، يعني مرة صارت درجة حرارة 30، يعني حسب الفريق يقول لك درجة حرارة 30 السيارة ترتفع الحرارة. طبعا عالجوا المشكلة بس ما جت على أرض الواقع، يعني تعالج غير جوا مكان وعلى أرض الواقع غير. طيب هل جربت يعني أنه تحصل دعم من الاتحاد السعودي، أو أنت يعني على مزاجك قررت أنه ما بدك دعم؟ هل قدم لا ما في أحد يعني الاتحاد السعودي، ما في أحد يعني ما يقبل الدعم، يعني تدعمون أنتم يعني كلكم يعني شاكرين يعني. من الاتحاد السعودي يعني في دعم يزيد الراشد؟ طبعا أنا ما أقدر أقيم الاتحاد مقصر الاتحاد ولا ما قصر، لأني ما أعرف ميزانية الاتحاد اللي محطوطة للدعم. ليش ولا مرة اجتمعت مع الاتحاد بهالمواضيع يعني وتكلمت يعني بموضوع الدعم والرعاية؟ لا ما صار إني أنا تكلمت معهم بخصوص الدعم والرعاية. ما عرضت نفسك للاتحاد ليدعمك يعني؟ لا ما عرضت نفسي للاتحاد. طب كيف عرفت أنه رافض الاتحاد يدعمك؟ لا ما قلت أنا رافض، أنا قلت أنت اللي حطيتي رافض، هذه أضفتيها. شو لكن؟ لا ما قلت أنا رافض، قلت أنا الاتحاد يعني مثلا أنت قلت ليش الاتحاد ما دعمك؟ أنا قلت يمكن الاتحاد ما عنده ميزانية، يعني أنا أطلع للعذر، ما قلت لأنه والله هو قال ماني بدعمك ولا هو قال أنا راح أدعمك. ولكن أنت السائق الوحيد يعني السعودي، يعني وأيضا هناك أيضا أحمد الصبان، يعني هناك سائقان سعوديان يشاركان في بطولة الشرق الأوسط. يعني في قطر هناك 12 سائق قطري سيشارك في هذا. قطر انا اشوف ان الاتحاد يدعم كل السواقين، يمكن الا ناصر اول رالي اللي هو بدايه السنه يمكن ما دعموه الاتحاد، بس انا اشوف الاتحاد يدعم سواقين كثير، يعني اي سواق يقول له روح اثبت نفسك براليين ويعطي دعم. يعني انا اشوف انه يعني ما ادري كيف، يعني غريب شوي الموضوع، يعني اثبت نفسك مثلا راليين وخذ دعم، ومثلا انا اشوف يعني أنا ناصر ما شاء الله ما يحتاج يثبت نفسه، يعني يروح يطلع هو على حسابه، يعني انا ما ادري كيف، يعني من قلبه شوي الموضوع. انا اعتقادي يعني كل اتحاد مجبور
وملتزم بالسائقين المحليين سواء في قطر أو في الإمارات أو في السعودية أو في بغض النظر إذا حققوا إنجازات ناصر؟ حتى لو يعني أنا الحين ألعب باتحاد الرماية يعني إحنا 25 لاعب نسافر نمثل البلد يعني لابد أن بكرة الشخص الثاني راح يطلع راح يتعلم. أنت لازم تعلمين السائقين مثل الشيخ خالد الحين ايش سوى يعني سعى سعى للفريق فريق ابو ظبي للسياحه لا ما هي ابو ظبي السياحه من فريق الجونيور ايه الفريق الجونيور يعني هذه اكبر خطوه صدقيني انا قلتها قبل فتره معاك مريان ان الشخصين هذول السائقين شو اسم راشد لا ما عندي الحين في ماجد فرنسي هذا اللي كويس وعندي الحين بعد في اثنين ثلاثه داخلين في بدر الحين بالعكس يعني سائقين راح يتعلم يعلمون وراح يعلمهم خالد في دعم مرتاحين ما يفكرون بشلة تاير أو جيب البترول أو جيب أي حاجة بالعكس يعني هذا هو المفترض للاتحاد أنه يدعم جميع السائقين اللي يشاركون وخاصة هنا يعني على يعني الحين أنا ما عندي دعم حق رالي قطر بس مجبور لأن حبي لرالي بلادي لابد أني أشارك نعم. وبعدين يحلفها في حلال يعني سواء اني اكمل البطوله او ما اكملها يعني معقول ما ناصر العطيه معقول يعني لان انا مش مجبور اني ادفع من جيبي انا انسان وصلت لليفل عالمي ولابد ان يكون الدعم موجود اوكي يمكن انا اتجهت طريق ثاني ما راح يعني امثل اتحاد السيارات يعني طبعا صار خلاف بيني وبين الاتحاد ما راح امثل اتحاد السيارات لان عندي شروط كثيره ولابد ان كل اتحاد سوى حتى اتحاد الرمايه عمره ما قال لي لا لان صار لي اربع اولمبيات اشارك عمره ما قال لي لا نعم. لو اقول اليوم ابغى اروح معسكر انت المعسكر كم يكلف؟ ما يكلف بين ال 400 وال 500 حق لمده شهر نعم مصاريف نعم يعني هذا الاتحاد اللي يسعى للاعب نعم وبالعكس يعني نعم بس هذا واجب على كل اتحاد على ميزانيه الاتحاد يعني كم عنده ميزانيه اقول لك كم صرف يعني تقول الاتحاد مثلا عنده ميزانيه مثلا قد ايه ميزانيتك بالسنه يزيد العام الماضي قد ايه كانت ميزانيتك بطوله الشرق الاوسط طبعا ميزانيه يمكن كانت عاليه و اعطينا رقم تقريبا يمكن عاليه كانت شوي تقريبا لا يعرف العالم قد ايه بتكلف يمكن العالم ما بيعرفوا بيفتكروا بيشوفوا بطوله الشرق الاوسط سيارات وهذا بس انا بقول لك كم الميزانيه العام الماضي احنا نستخدم جميع الجولات السبع جولات بطوله الشرق الاوسط وبطوله العالم البي دبليو ار سي تقريبا مليون و200 الف باوند يعني ما يقارب ال10 مليون او 9 مليون ريال تقريبا هذه الميزانيه شيخ خالد قد ايه كانت ميزانيتك لا لا تسالي لا 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 شوف عشان انت كم انت تهربت طيب